السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، يوجد اليوم يخص مادة اللغة العربية للمستوى الثالث إعدادي النص القرائي رحلة الفرسيوي على بركة الله. تأطير نص رحلة الفرسيوي مع الإجابة على أسئلة الفهم والتحليل صفحة 159. النص القرائي رحلة الفرسيوي. في رحلته القاسية من الريف قضى الفرسيوي 6 أشهر و6 أيام، مر فيها عبر مساحات شاسعة من الغابات والحقول والقرى، نام في مساجد كثيرة وأكل من صدقات كثيرة، وما أكثر المرات التي مال فيها إلى الإقامة في مكان ما أعجبته أشجاره ومنابعه، أو وثق بأهله، أو استأنس بعجائزه وأطفاله، ولكن ما كان يعزم على ذلك حتى يجد نفسه عاجزاً عن التفكير في بناء بيت أو حرث أرض. كان ينظر إلى أولاد أخيه الذين يجلسون في الشوارع يمضغون الكرموس الجاف، يبكون ويتشاجرون ويضحكون كأنهم فراخ نسر في عشهم، فيقرر الرحيل فوراً. ربما كانت الإقامة في حد ذاتها تفزعه، لأنها تعني التسليم بفقدان الأرض التي تركها هناك، وهو لم يقصد بهجرته سوى التحايل على الوقت ريثما تنتهي سنوات الجدب وينسى ذلك التأر الذي أكل جل أفراد عائلة الفرسيوي، بل إنه لم يفكر في شيء ولا قصد شيئا. اتجه الفرسيوي بتلك السلالة الصغيرة جنوبا باتجاه ما كانت تسميه قبائل الريف، غربا عبر الجبال الوعرة والممرات الجرداء شهورا طويلة قاسية، حتى طالعته قباب فاس وسطوحها البيضاء ومآذنها، فتطلع الأطفال من عين الشوارع وجالوا بعيونهم الواسعة وسحنتهم الصفراء في الألوان والزحام، وأطلق سلام أكبرهم ضحكات عسيبة متقطعة قلدها إخوته بهمهمات ونداءات مبهمة. ظل يوما كاملا في دوخة هذه الضجة، وعندما وجد الطريق إلى زرهونة حث الحمار الأشهب وهو على مؤخرته بضربات سريعة اهتز لها الأطفال فطفقوا يصرخون من جديد، ولكنه استمر في عدوه حتى نأى عن ضجة المدينة وارتسمت الطريق أمامه زيتونا وكروما وغابات. عند ذلك توقف لأخذ نفس جديد قبل أن يستأنف الرحلة، وقد خدته تجربة المدينة الأولى وملأته فجأة برغبة في الجلوس على صخرة الجماعة وتقديم حكاياته للجالسين. التعريف بصاحب النص. محمد الأشعري ولد بزرهون بمدينة فاس سنة 1951، سياسي وشاعر وروائي مغربي، اشتغل بالصحافة والمجال السياسي الذي قاده إلى مسؤوليات نيابية وحكومية، منها تولي منصب وزير الثقافة. تلقى دراسته الابتدائية والثانوية بزرهون ومكناس، ثم بكلية الحقوق بالرباط، وتخرج منها عام 1975. يدير مجلة آفاق، يشتغل صحفيا بجريدة الاتحاد الاشتراكي. تحمل مسؤولية اتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1989. نشر ديوانه الشعري الأول سنة 1978، له 10 دواوين ومجموعة قصصية ورواية واحدة القوس والفراشة، الحاصلة على جائزة البوكر العربية. ومن مؤلفاته صهيل الخيل، الجريحة، عينات بسعة الحلم، يومية النار والسفر، سيرة المطر، مائيات، يوم صعب، القوس والفراشة. مجال النص. النص ينتمي إلى المجال السكاني. نوعية النص. النص عبارة عن نص سردي حكائي ذو بعد سكاني. دراسة العنوان تركيبيا دلاليا ومعجميا. دراسة العنوان تركيبيا، فهو مركب إضافي يتكون من مضاف الرحلة ومضاف إليه الفرسيوي، ويمكن أن يتحول إلى مركب إسنادي بتقدير المبتدأ المحذوف، هذه رحلة الفرسيوي. معجميا ينتمي العنوان إلى المجال السكاني. أما دلاليا، يوحي العنوان بالتنقل من مكان لآخر، وأن شخصا يدعى الفرسيوي ومن قام بهذه الرحلة، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن عناصر الرحلة،
كما رأيناها في مهارة التعبير والإنشاء، وهي نقطة الانطلاق، الوجهة، الرفقة والأماكن التي تم المرور منها. بداية النص ونهايته. بداية النص تشير إلى نقطة انطلاق رحلة الفرسيوي ومدتها ووجهتها وأماكن العبور. أما نهاية النص فتشير إلى تعلق الرحالة بالمكان الذي زاره. فرضية القراءة. اعتمادا على المؤشرات السابقة، نفترض أن موضوع النص سيتناول الحديث عن رحلة الفرسيوي. موضوع النص: رحلة الفرسيوي وما ميزها من معاناة وصعوبات قادت إليه من نجاح في الحياة. أما نوعية النص فهي عبارة عن مقطع من سيرة غيرية، بالنظر إلى تضمن النص مؤشرات دالة على الزمان والشخصيات واستعمال ضمير الغائب في الحكي. الإيضاح اللغوي: التحايل، تحايل على الشيء سلك معه مسلك الحدق ليبلغ منه مأربه، والمقصود إرجاء لوقت ريثما تنتهي سنوات الجفاف. الجرداء بمعنى القاحلة، نحل بمعنى ملل، مبهمة بمعنى غامضة، ناء بمعنى بعودة، طفق، طفق يفعل كذا، بدأ في الفعل واستمر فيه. الشوالي كلمة عامية تدل على السرج الذي يوضع على الدابة له وعاءان من الجانب تحمل فيهما الأمتعة والبضائع، وقد يكون من الشوار بمعنى متاع البيت أو جهاز العروس. الجدب انقطاع المطر، السحنة اللون والهيئة، أشهب ما كان لونه أبيض خالطه السواد. الوعرة بمعنى الصعبة والمخيفة، الجردة الخالية من النبات، اتفقوا، بدأوا وشرعوا. الكرموس كلمة عامية تدل على التين، وهي مشتقات من الكرم أي العنب، خضته، هزته وحركته. الفكرة العامة: هروب الفرسيوي من جفاف القرية وصأر أهلها ومعاناته النفسية والجسدية عند هجرته. الأفكار الجزئية: وصف الكاتب ظروف القاسية التي طبعت رحلة الفرسيوي، قرار الفرسيوي الرحيل عن الريف، رفقة أولاد أخيه الصغار هروبا من الجدب وثأر، توجهه نحو زرهون بمكناس مرورا بمدينة فاس التي أزعجته ضجتها. القراءة التحليلية للنص. المستوى الدالي: ألف، القضية التي يعالجها النص، يعالج النص قضية الهجرة القروية، وذلك من خلال التركيز على معنى الهجرة القروية، أسبابها ونتائجها. معنى الهجرة القروية وهي الانتقال من القرية إلى المدينة. أسبابها تتنوع أسبابها بين ما هو اجتماعي الثأر وما هو طبيعي الجفاف وما هو اقتصادي ونفسي. نتائجها ينتج عنها اكتضاد المدن وكثرة البطالة وافتقار القرى. الألفاظ والعبارات الدالة على معاناة الفرسيوي في رحلته. هناك معجم الأمكنة ومعجم قساوات رحلة الفرسيوي. معجم الأمكنة: الريف، الغابات والحقول، القرى، المساجد جنوبا، قبائل الريف غربا، الجبال، الممرات، فاس، زرهون. معجم قساوات رحلة الفرسيوي: رحلته القاسية، أولاد أخيه في الشواري يمضغون الكرموس الجاف، يبكون ويتشاجرون، الإقامة تفزعه، عبر الجبال الوعرة والممرات الجرداء، شهور طويلة قاسية، دوخة هذه الضجة، ضجة المدينة. المستوى الدلالي: أحداث النص، وصف رحلة الفرسيوي القاسية ومعاناته في رحلته، هجرة الفرسيوي رفقة أبناء أخيه هربا من الجفاف والثأر، وصول الفرسيوي إلى المدينة ووصف معاناته وإحساسه بخيبة الأمل. عناصر الرحلة: اسم الرحالة وهو الفرسيوي، نقطة الانطلاق وهي الريف، أماكن العبور الغابات، القرى الحقول، الممرات القرى، مدينة فاس. نقطة الوصول مدينة زرهون. مدة الرحلة 6 أشهر و6 أيام. الرفقة أولاد أخيه منهم سلام الأكبر سنا من إخوته. دوافع الرحلة الجفاف الذي أصاب بلدته لسنوات عدة. الوصف والسرد: الوصف وصف الأماكن التي مر بها الفرسيوي، وصف قسوة الرحلة، وصف حالته وحالة من يرافقه. السرد
سرد الأحداث والوقائع التي مرت في الرحلة، سرد كل ما يخص علاقات الفرسيوي بالأشخاص الذين التقاهم في الأماكن التي مر بها. قيم النص: يتضمن النص قيمة سكانية وأخرى اجتماعية. قيمة سكانية: الهجرة مشكلة سكانية تعاني منها الكثير من المجتمعات، وتؤدي إلى انخفاض الكثافة السكانية بالقرى وارتفاعها بالمدن. قيمة اجتماعية: تتجلى في المشاكل الاجتماعية المترتبة عن الهجرة كالفقر والبطالة والتشرد. التركيب: تحدث الكاتب محمد الأشعري عن رحلة الفرسيوي الاضطرارية بسبب توالي سنوات الجفاف وما خلفته من موت ومرض ومجاعة، والتي انطلقت من منطقة الريف وانتهت بمنطقة زرهون مرورا بمدينة فاس التي لم يعهد أجواءها، ووصف لنا الأماكن التي مر منها الرحالة رفقة أولاد أخيه والأشخاص الذي التقاهم والمعاناة التي تكبدها في مسار رحلته. كما سرد الأحداث والوقائع التي شهدتها هذه الرحلة، سواء تعلق الأمر بما أنجزه أو ما شاهده أو ما سمع عنه. لكن النص انتهى دون أن يقترح حلولا للهجرة القروية. ما هي الحلول المقترحة للحد من هذه الهجرة؟ لابد من تنمية القرى وتوفير شروط العيش الكريم بها وتشجيع سكانها ودعمهم وتحفيزهم على البقاء في القرى. نموذج ثاني للتركيب: لقد اضطر الفرسيوي إلى مغادرة قريته رفقة أبناء أخيه في اتجاه المدينة هربا من الثأر ومن سنوات الجفاف التي جعلت العيش في القرية صعبا وقاسيا، إلا أن هجرته هاته لم تكن سهلة يسيرة ولم تكن كما أرادها الفرسيوي، حيث عانى طيلة المدة التي قضاها في الطريق نحو المدينة من الظروف الطبيعية القاسية وبعد المسافة بين القرية والمدينة، وكم كانت خيبة أمله كبيرة عندما اصطدم بضوضاء المدينة وضجيجها. وقد انتهى النص دون أن يقترح حلولا للهجرة القروية.